أصدرت مجموعة صين الإعلام تعليقا تحت عنوان ما وراء حادث لقاح الصين في البرازيل، قالت فيه إنه بعد إجراء تقييم البيانات استأنفت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل رسميا التجربة السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد التي طورته شركة كوشيم الصينية للمنتجات البيولوجية ومعهد بوتنتان البرازيلي. كما أشارت بعض وسائل الإعلام البرازيلية هناك عوامل سياسية وراء هذا الحادث. أولا، هناك الكثير من الشكوك حول هذا الأمر. ثانيا، توقية هذا الحادث مريب. ثالثا، بعد هذا الحادث بدأ أن بعض وسائل الإعلام الغربية هاجمت ضمنيا سلامة اللقاحات الصينية. فما هو الهدف من ذلك؟ إن الفيروس ليس له موقف سياسي، سواء كان ذلك لأغراض سياسية داخلية أو اعتبارات جيوسياسية. إذا قام بتسييس لقاح عن عمد فلم يؤذي سوى نفسه. كدولة في طليعة أبحاث وتطوير لقاحات، أجرت الصين حاليا تجارب سريرية للمرحلة الثالثة لأربعة لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان، وأظهرت في البداية أمانا جيدا وحظيت بإشادة المجتمع الدولي. وستساهم الصين في تحقيق إمكانية الوصول إلى لقاح والقدرة على تحمل التكاليف في البلدان النامية.